تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من معرض الكتاب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية انقلي لنا فعاليات اليوم من المعرض ومدى إقبال الجمهور وأهم الفعاليات الثقافية وكذلك أيضا الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا. نعم يوسف، بعد التحية كما ذكرت نتابع معكم في اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وفي نسخته 53. هذه النسخة التي تحل فيها اليونان كضيف شرف للمعرض، وأيضا شخصية المعرض هذا العام هي الكاتب يحيى حقي، وأيضا تم اختيار الكاتب عبد التواب يوسف كشخصية معرض كتاب الأطفال. الحقيقة إنه هذه النسخة بتشهد عدد من الإضافات الجديدة وأيضا الأنشطة المختلفة عن النسخ السابقة والتي طبعا أقيمت في موعدها بعد طبعا ما تم إقامة النسخة السابقة في موعد استثنائي. عادت هذه النسخة في الموعد الطبيعي لها في شهر يناير. يعني إذا تحدثنا عن هذه الأنشطة الحديثة، فتم إطلاق الكتاب الرقمي في هيئة الكتاب المصرية والتي تبدأ بموسوعة مصر القديمة إلى جانب عدد من الكتب المختلفة. أيضا هناك يعني تواجد ملحوظ وكبير واستخدام للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عن طريق عرض شخصية المعرض الكاتب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام عن طريق شاشات بتعمل باللمس وتتفاعل مع الحاضرين. يعني أيضا تم استحداث جائزة جديدة وهي جائزة أفضل ناشر عربي. أيضا يعني هناك تطورات وتطويرات تم إدخالها على المنصة الرقمية التي تم إصدارها العام الماضي. هذه التطورات بتتيح للمواطنين شراء الكتب أونلاين وأيضا إتاحة توصيلها عن طريق هيئة البريد المصرية إلى مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب طبعا يعني العمل الطبيعي لهذه المنصة وهو عرض الأنشطة والفعاليات والندوات المختلفة. الحقيقة هناك مساحة ضخمة فيها عدد من يعني الأجنحة والأنشطة المتنوعة، نتحدث عن مساحة 80,000 متر مربع بتنقسم لخمس قاعات فيها تنوع ما بين دور نشر وأجنحة لوزارات وهيئات. يعني إذا تحدثنا على سبيل المثال للوزارات المشاركة في المعرض هذا العام، هناك جناح خاص لوزارة التضامن الاجتماعي بتقوم فيه بعرض البرامج والمشروعات التي تقدمها للمواطنين. على سبيل المثال برنامج الخاص بوعي للتنمية المجتمعية، هذا البرنامج الذي يدعم الطفولة المبكرة من خلال أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل. هناك إقبال كبير من المواطنين، يعني رصدنا عدد من المواطنين يصطحبون شنط كبيرة، يعني هي ربما شنط سفر بتمتلئ بالكتب المختلفة والمتنوعة مع مراعاة يعني الإجراءات الاحترازية وتقديم التسهيلات للمواطنين خاصة فئات كبار السن وذوي القدرات الخاصة، لأن هناك تواجد لمختلف الفئات والأعمار في هذا الحدث الثقافي الهام. يعني أيضا على هامش المعرض بتقام عدد من الندوات الثقافية بحضور مفكرين وكتاب وأيضا وزراء. يعني اليوم هناك ندوة خاصة بوزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أيضا عدد من الفنانين بيشاركوا في لقاء مباشر مع المواطنين ورواد المعرض. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.